الصدر. وبسبب العلاقات المتينة بين البلدين استطاع العديد من الشباب المغاربة الاندماج وبسلاسة بين طيات المجتمع الأمريكي. هشام صباحي واحد من هؤلاء، قادته الدراسة إلى الولايات المتحدة ليجد نفسه في نهاية المطاف مديرا لمقاولة مختصة في المراقبة بالكاميرات. هدى سهيل ونور الدين صابر التقيا هذا الشاب بضواحي واشنطن وعد عنه البورتري التالي. هشام صباحي مقاول مغربيون اختار المجال التقني واسس مشروعه هنا بضواحي واشنطن منذ حوالي 8 سنوات. كاميرات المراقبه تخصص وجد بواسطته هشام هنا مكانا للنجاح رغم المنافسه. في الولايات المتحده هذه 13 سنه وتكمل الدراسه ديالي هنا في المعلميات. الواحد باش ينجح في اي مجال يكون عنده هدف، وانا الحمد لله كسبت بزاف ديال الزبائن اللي داروا فيا الثقه وخدمت معاهم بجديه وباتقان. يعمل هشام مع صديقه يوسف المتخصص في تثبيت الكاميرات المراقبه وربطها بالانترنت، عمل يتطلب برمجه هذه الكاميرات حسب المطلوب. التقيت مع هشام في 2004 وبدينا خدمة معايا، ولكن كنت باش تشد تجربة مع ديالك ديرو فيك واحد الثقة يعني بالخدمة. سنوات عملهما في المجال يراها هشام ويوسف كافية لنقل التجربة بكل مراحلها إلى البلد الأم. هذه واحد العامين ما دخلتش المغرب، مشيت هذه المرة زعما كاين ما يدار في المغرب. تنفكروا إن شاء الله كما قال الأخ هشام، تنفكروا إن شاء الله إلى تحت لنا فرصة أننا نفتحوا شي شركة في المغرب إن شاء الله، نقلوا التجربة ديالنا لتما، لأن تحتاج البلاد التجربة ديالنا، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون الخير. استطاع هذان الشابان تحقيق النجاح عبر العمل وكسب ثقة الزبائن، ومن ثم تحقيق اندماج كامل داخل بلد المهجر. يتوجه أكثر